بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن الصحابة. نحن نعتقد أن الصحابة، وهذا هو الواقع، فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن يا أخي، فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن. أما أن الصحابة كلهم عدول وبأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا يعني هذا حديث لا يقبلها حتى العقل، فطرة الإنسان لا تقبلها، التاريخ لا يقبلها. أنقل لكم الآن ما يقوله صحيح مسلم وصحيح البخاري في الصحابة ماذا يتحدثان. فها هي حديث الحوض التي تكررت في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وآله في صحيح مسلم: أنا فرتكم على الحوض، يعني أنا أولكم وصولا، أنا فرتكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقال لرسول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هذه الأعمال المنكرة الفظيعة الذي دمرت الإسلام وستدمره في المستقبل، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. صحيح مسلم، باب حوض نبينا وصفاته، حديث 2297، هذا طبع دار الجيل، مسلم طبع دار الجيل. وفي البخاري: أنا فرتكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم، يعني يبعدون عنه، يأتون للحوض ويبعدون، ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله أكبر، يا الله أكبر، جاءوا بالحطب ليحرقوا دار فاطمة، ما أحدثوا بعدك، قتلوا الحسين، سمموا الحسن، الله أكبر، ماذا أحدثوا بعدك. وفي البخاري حديث 6582، قال صلى الله عليه وآله: ليردن علي ناس من أصحابي، هذا يوم الحوض، حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله أكبر. وفي البخاري حديث 6585، يرد علي يوم القيامة من أصحابي فيحلون عني عن الحوض، يبعدون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. يا أخي، هذه أحاديث البخاري ومسلم يتحدث عن ارتدادهم، ارتدوا على أدبارهم القهقرة، وإنه لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، فكيف يقولون على فضائياتهم: أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم، وكلهم عدول، كلهم عدول. حتى لا يكون لأهل البيت ميزة عن غيرهم، الله تعالى أوجب الصلاة على أهل البيت، الله أوجب الصلاة على أهل البيت. هم مثلا تجد هذا الشيخ إذا قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول: وصحابته أجمعين، يترضى على صحابته أجمعين. كيف يا أخي صحابته أجمعين؟ أين المنافقين؟ أين ابن أبي سلول؟ أين الذين حاولوا قتل رسول الله؟ أين الذين انقلبوا على أعقابهم القهقرة؟ أين الذين يتردون على الحوض وإنه لا يخلص منهم إلا مثل همل النعام؟ أين الذين ارتدوا على أدبارهم القهقرة؟ كيف يترضى على صحابته أجمعين؟ كيف يا أخي؟ فالله تعالى أوجب في الصلاة الصلاة على أهل البيت. كل مسلم، سواء كان خليفة، كان إمام مذهب، كان شيخ، كان إمام مسجد، إذا أراد أن يصلي
لابد أن يقول في صلاته في تشهد صلاته اللهم صل على محمد وآل محمد، وإذا لم يقل اللهم صل على محمد وآل محمد فصلاته باطلة. ولذا يقول الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الإنسان إذا لم يقل في تشهده اللهم صل على محمد وآل محمد فصلاته باطلة، وإذا صلى على غيرهم وبدل أن يقول على آل محمد يقول على صحابة محمد اللهم صل على محمد وصحابة محمد فصلاته باطلة. والله تعالى جعل أجر رسالة يا أخي، الرسالة أجر رسالة الإسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن أجر الرسالة هي مودة أهل البيت، هي إطاعة أهل البيت، هي حب أهل البيت، حب وطاعة. أجر الرسالة حب وإطاعة أهل البيت. وهناك أحاديث، يعني تصور يا أخي تصور حديث هذا أصحابك النجوم الذي يكررونه وضعوه قبالة سفينة نوح. النبي يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وضعوا حديث مناقض له، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يعني إذا اقتدينا بالذين حاولوا قتل رسول الله نحن اهتدينا، وإذا اقتدينا بالذين كانوا يفرون في المعارك يوم أحد ويوم حنين أيضا اهتدينا، وإذا اقتدينا بهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم القاهرة فنحن أيضا مهتدين. يعني هل يقبل عقل بهذا يا أخي؟ عشرات الأشخاص الذين حققوا طرق إسناد هذا الحديث أصحابك النجوم قالوا بأنه ضعيف ولا يحتج به، ولكن يكررونه على فضائياتهم. وضعفه الألباني في كتاب السلسلة الضعيفة، سلسلة الحديث الضعيفة، ضعفه الألباني يقول يا أخي هذا الحديث غير صحيح، ولكن يكررونه باستمرار حتى يخدعوا العام به. فالصحابة اختلفوا في أمور لا تعد ولا تحصى، فكيف الجمع بينهم؟ مئة ألف، أكثر من مئة ألف صحابي، وكل صحابي له رأي وكل صحابي له اجتهاد، فكيف بأيهم اقتديتم اهتديتم يا أخي؟ كيف يعني يعرض الإنسان ما يسمع على عقله، يعرض ما يسمعه على عقله. ولكن من المؤسف أيها الإخوة أن العديد من الناس مع علمهم بضعف وعدم جواز الاحتجاج بهذا الحديث يكررونه في كتبهم وعلى الفضائيات. لماذا يخدعون الناس؟ لماذا؟ ألا يخافون من الله تعالى؟ مثلا كما قلت أن أحد أكبر أصحاب من مشهور الصحابة والذين قالوا عنه بأنه مبشر بالجنة طلحة التيمي، طلحة التيمي قالوا بأنه مبشر بالجنة، وعمر رشحه للخلافة، هذا طلحة التيمي الذي كان يكرر لأن مات محمد لأتزوجن عائشة، قالوا بأنه مبشر بالجنة. طلحة التيمي في معركة الجمل وهو يقاتل علي بن أبي طالب قتل في معركة الجمل وهو يحارب إمام زمانه. طيب فهذا كيف يبشر بالجنة يا أخي؟ يحارب إمام زمانه ويبشر بالجنة، عليه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا ليس يبغض عليه فقط، هذا لو استطاع أن يبقر بطن علي لما تأخر، قتل في معركة الجمل حتى لا يقولون تاب، فكيف يبشر بالجنة؟ لاحظت يا أخي كيف يخدعون الناس؟ بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.